مرحبا بكل مشاهدينا وكل متابعينا الاحباء، اكيد من قناه فلوجه مطبخ خلدون، الاكلات والطبخات اللي راح اقدر اقدمها لكم. نجي نشوف اليوم شنو الاكلات والطبخات اللي راح اقدر اقدمها لكم لهذا اليوم. راح يكون في عندي في البدايه دجاج تندوري، راح نعمل دجاج تندوري لهذا اليوم بطريقه كلش حلوه، يعني راح اسويه مثل كبسه، لكن الطريقه راح تكون اخف واسهل من الكبسه العاديه. طبعا ان انا الدجاج لازم يتنكه ويعطي طعم ونعطي نكهه بالتندوري، هاي واحدة. اثنين، لازم انه اقدم معاه شوية التمن، وايضا راح يكون في عندي اضافة الشعرية وياه، وراح يكون في عندي تقديمه كقالب كامل ممكن انه يقدم. التندوري لهذا اليوم ممكن اختياري انه اخليه وياه تمن او ممكن بدون التمن، راح يكون اكيد حسب الرغبة. بالاضافة الى سلطة خضار لهذا اليوم باللبن، يعني راح نسوي مجموعة حلوة من الخضار بهم الشجر بهم الباذنجان بهم الفلفل بهم البصل ايضا، ويكونوا مقليين بقلي بسيط بكمية زيت كلش قليلة، حتى لو اخليهم كلهم جدر واحد واخلي عليهم الزيت واتركهم بدرجه حراره هادئه لحد ما يستوون هذه الخضار كلها بالكامل. راح اسوي لها ايضا صلصه اللي هي تكون متكونه من اللبن، زيت الزيتون، وايضا الثوم، لذلك راح يكون هذه ثلاث مواد مهمه جدا في السلطه. كعك مالح حلو، الكعك المالح الحلو لهذا اليوم راح نعمله ايضا بطريقه بسيطه جدا. تخيل يكون في عندك كعك هذا الجميل اللي راح نعمله بطريقه حلوه وجميله. هذا الكعك غلفته بحبه سودا حبه بركه، وغلفته ايضا بالخشخاش، الخشخاش هو نوع ايضا قريب للحبه السوداء ايضا يضاف مع الكعك. شوفوا هنا راح يكون عندي الكعك بهذا الشكل، مالح حلو، خليت له شويه ملح وخليت له ايضا شويه من السكر حتى يكون في عندي متناسق الطعم، يعني بطعم حلو وايضا المالح. طريقه الكعك لهذا اليوم ايضا راح تكون جيده جدا، منها ساقول الكنترول اذا ما تجيبون استكان شاي ما راح تاكلون هذا الكعك ولا توصلون ايضا للستوديو. لذلك راح يكون اكيد هذا النوع من الكعك الطريقه كلش بسيطه لعمله، وايضا نكهته راح تكون كلش طيبه. اذا هذا الحلويات اللي راح اختم به الحلقه لهذا اليوم، راح يكون في عندي تقريبا هذه المواد اللي راح استخدمها اليوم في حلقتي. تندوري لكن راح نعملها بطريقه حلوه وجديده، سلطه خضار هنعملها ايضا بطريقه حلوه وجميله، بالاضافه الى الكعك. حترك هذه الاكلات كلها ونجي للمشاركات لهذا اليوم. كما عودناكم انه في عندنا مشاركات، اللي حاب انه يشترك ويانا كل ما هنالك انه يرسل صور طبخاتك اكلاتك على موقع يعني مطبخ خلدون او الموقع الخاص بمطبخ خلدون، طلع موجود اسفل الشاشه. بهذا الموقع ممكن تدس وصفه طبختك اكلتك شو مسوي او شو مسوين اي اكله اي طبخه، ممكن ترسلوها مع ممكن فيديو، ممكن تربح تكون او تكون ممكن انه تكون رابح ويانا بجائزه اكيد راح تكون مقدمه للمطبخ خلدون، هي خاصه بالطبخ، خاصه بالاكلات اللي ممكن تساعدك انه تطبخها او تطبخيها مره ثانيه. لذلك راح يكون في عندك انه انت تقدرين انه تشتركين ويانا في البرنامج من خلال ارسال الصور. اليوم عندي وياي مشتركين، طبعا المشتركين لهذا اليوم راح تكون في عندي سلام محمد من الموصل، اسماء احمد من بغداد، ام زيد من بغداد، انتصار من اربيل، براء من الفلوجه، جوان جواد من اوروبا، سذاكره من وين؟ من اوروبا، ام جود من بغداد، ساره من الفلوجه، سامر من بغداد، وعبود الفراجي ايضا مكاتب من وين؟ هذول اليوم عندي 10 مشتركين، اليوم راح يكونوا ضيوف حلوين ومقزقزين اكيد ويانا في البرنامج مع صورهم وطبخاتهم، من هسه انا متوقع. دولمه رقم 1، كليتشه رقم 2. لذلك راح تكون اليوم عندي حلقه مميزه اكيد، ليش؟ لانه انتم موجودين اكيد وياي في هذه الحلقه، فاكيد راح تكون مميزه. نجي للتندور لهذا اليوم، راح نعمله اكيد بطريقه كلش حلوه، دائما المقادير عليكم. لكن قبل ما نتكلم عن المقادير، ممكن انه الصفحه الخاصه بمطبخ خلدون ترسلون بهم الصور، راح تظهر اكيد مثل ما قلت اسفل الشاشه، وظهرت هذه الصفحه، هذه الصفحه راح تكون خاصه. طبعا اكيد هذه خاصه لكم، كل ما زدتوا التفاعل بها، كل ما انه استمرينا في تقديم الاكلات والطبخات من خلالها لكم. طبعا اكيد هنا الحلو الجديد فيها انه ممكن ايضا نشوف اكلاتكم انتم وطبخاتكم انتم. هذه الصفحه تكون خاصه بنا وببرنامج مطبخ خلدون. راح نجي للتندوري لهذا اليوم، راح نروح للهند، نسافر للهند ونسوي التندوري بطريقه كلش حلوه جميله ومأزأزة اكيد. يلا نشوف المقادير، دائما المقادير عليكم وتركوا الطريقه علي يعني. لا تخاف، تركوا الطريقه علي يعني. يلا نشوف هنا المقادير. المقادير راح تكون متكونه اكيد من شعريه، راح تكون متكونه اكيد من الجزر، بالاضافه الى ايضا راح يكون في عندي هنا استخدام شويه من، اذا حبيتوا انه تستخدمون راح يكون في عندي استخدام
تقريبا حبة كاملة من الجزر أو حبتين اثنين من الجزر راح يكون أكيد حسب أنتم رغبتكم. هذه المواد اللي ممكن أنا أضيفها راح تكون هي المواد الخاصة بهذه الطبخة. نشوف الشفوف، البصل، وأيضا الثوم مهمين جدا. مثل ما قلت إنه الطريقة هذه راح تكون مختلفة طبعا. الطريقة هنا أنا ليش مختلفة؟ إنه راح نسوي تقريبا مثل مدى نسوي إحنا اللي هي طبعا الكبسة الخليجية، لكن الحلو بها إنه تكون راح تكون أخف وأطيب يعني ألذ شوية. راح أخذ جدر ثاني هنا، أنا راح أطبخ بيه التمن، وأيضا راح يكون في عندي طريقتين اثنين طبعا أكيد. هنا راح تكون عندي طاوة، وهنا راح أضيف هنا مثل ما قلت الجدر، هنا راح أطبق التمن، وهنا راح أطبق أنا الصلصة، بعدين أجمعهم بجدر واحد، وأكيد راح تكون ولا أروع من أدهم مقاديرا وطريقة التحضير. هنا الزيت اللي راح أستخدمه أنا بهذه الطبخة، راح أستخدم شوية زبد. طبعا هنا استخدام شوية الزبد أيضا راح يكون اختياري، ممكن أنا أستخدم زيت عادي، ممكن زيت زيتون، ممكن زيت طبيعي، أو ممكن أستخدم الزبد، فهذا راح يكون أيضا اختياري وحسب الرغبة. راح أضيف شوية من الزبدة هنا، يا سلام سلم. للتمن أيضا راح أضيف شوية من الزبدة، وأبقي شوية من أدهى هذه راح أبقيها للجدر الثالث اللي راح أخلط به كل المواد سوية مع بعض البعض. نجي نسوي هذه الطبخة مثل ما قلت راح تكون بطريقة كلش حلوة. هنا راح أخلي أيضا شوية زيت حتى لا يحترق عندي، حتى لا يحترق عندي الزبد، حتى لا يصير به هذه الحبوب السوداء. مرات يحترق إذا تركته فترة طويلة راح يحترق أوردي، وإذا احترق يصير عندي هذه القطع السوداء، لذا كأنه أكون أو تكون عندي بهذا الشكل. راح نعمل التندوري مثل ما قلت. التندور راح تكون الطريقة كلش بسيطة، وأيضا راح تكون سهلة جدا. يلا نبلش. هاي وحدة تكون درجة حرارة عالية، وللتمن أيضا درجة حرارة راح تكون عالية. ثلاثهم راح أعطيهم نكهة التندوري. راح أخذ جزر، الجزراية السعيدة، وأخذ تقريبا حبة ونص من الجزر، حاول إنه أقطعهم مكعبات. ليش أنا راح أضيف أول شيء جزر، ما أضيف لا البصل ولا الثوم؟ لأنه جزر هذا فريش، فلما يكون فريش لازم إنه أبلش به أول شيء أخليه حتى يستوي الدجاج، اثنين يعطين طعم ونكهة كلش طيبة. شلون أخلي الدجاج أيضا ياخذ طعم ونكهة كلش حلوين؟ لازم إنه أداري بإضافة إلى النكهات، لأنه أنا خالي مثلا كيلوغرام كامل من صدر الدجاج، أنا متوقع 100% من الزفر. إيش قد ما راح تخلي به أشياء راح يكون زفر، لكن إذا كانت أو كنت تستخدمين التكنيك الصحيح باستخدام المواد الصحيحة حتى تطبخين بها الطبخة هذه، أكيد راح يكون الموضوع تمام وطيب جدا. راح أجي أخذ أيضا شوية من البطاطا نفس الموضوع، قطع بهذا الشكل، قطعني يا عيني قطعني. نفس الشيء ممكن نأخذ شوية بطاطا حلوين. شوفوا أنا هاي خالها نص ساعة كاملة، يعني المفروض تسود، ما سودت ليش؟ لأن أنا نقعها أو أغسلها بالحامض، أغسلها بالحامض، ليمون الحامض. مثل ما قلت راح يكون في عندي نانا نطبخ التمن والشعرية، ونانا نطبخ الخضار مع الدجاج. شوف هنا شوية الزبدة بلشت تسيح، شوية الزبدة نانا بلشت تسيح، يا عيني يا عيني، سيحي 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 سيحي. راح اخلي اول شيء جزر مثل ما اتفقنا، شويه يتاخر حتى يستوي، راح اتركه شويه. راح اخلي المرحله الثانيه اللي هي اكيد البطاطا، واخذ ايضا شويه البصل. بصل ممكن اقطعه بهذا الشكل او ممكن اثرمه ناعم. عندي ذيك الجدر راح اروح اغسل التمن، لازم اغسله واصفيه من الماء مالته. راح اغسل التمن، بس غسله واحده. هذا النوع من التمن مو مثل بسمتي يتنقع، ما نقعه، بس اغسله واقدر انه استخدمه يعني. بس شلون راح استخدمه؟ راح اشوفكم طريقه حلوه نقدر نطبخ بها احنا هذا التمن. شلون اقدر اطبخ التمن هذا؟ راح اطبخه بطريقه حلوه. هسه انا اوكي خليت شوية الزبد هنا، شوية اللون ماله تغير، راح اخلي الشعرية شوية غير لون الشعرية، شوية احمصها، ممكن اشقرها، وبعدين اسوي لها صلصة
حتى أطبق بها أنا التمن. الحلو به هذا الطبق أيضا بسيط جدا، نقدر نقول عليه قريب للمطبخ العربي. هذا أشيلها من هنا حتى لا يصير بها شيء. حمصت شوية الجزر، راح أبلش مثل ما قلت مرحلة مرحلة. أول شيء خليه جزر، وبعدين أخلي البوتيتا، وأيضا أتركهم شوية، بعدين يلا أخلي البصل. ده تشوفون أنا مرحلة مرحلة. راح أجي أخذ فص واحد ثوم، كم عاشق للثوم اليوم موجود وياي بالاستوديو. يا سلام، قد أحب من يرفعون إيديهم عشاق الثوم. تدرون أنه هذا يعالج السرطان، هذا رقم واحد بعلاج السرطان، ينهي لك السرطان نهائيا الثوم. نعم الثوم كلش مهم. حمص الشعرية، أغير لونها الجميل وأسويها جميلة، أشقرها، خلي عيونها زرق وشعرها أصفر. يا حالاتك، ورا ما شفت أنه تغير لونها شوية، راح أجي أخذ من بخارات التندور اللي بيه زعفران، خلي شوية هنا، وأجي أخذ شوية مي حلوين. بس هسه أنا عندي أنا خال مثلا، خلينا نقول أنه خال خال شوية من خليت شوية من البهارات اللي هو أيضا شوية زعفران، هذا تركه لحد الغليان حتى أطبق التمن. ما خليت مي كل شوية، خليت مي بسيط، شوية مي حلوين. أجي للبوتيتا، يا سلام، ده تقول لي خلي البصل والثوم عليهم، كل هذا حتى أنه أطبق الدجاج بطعم ونكهة كلش طيبة، اللي هي نكهة أنا راح أخلي ورق غار، وهنا أيضا مع التمن راح أخلي ورق غار. اللي يحب أنه يخلي الورق غار بهالطريقة هذه، أو اللي يحب أنه يستخدم، راح أنص النار عليها هذه من بين ما أتبل آني. راح أجي أخذ طماطة أقطعها بهذا الشكل وأخليها هنا، شوية أشيل من القشر مالتها، نفس الموضوع أقطعها وأخليها هنا. مثل ما قلت التندوري اللي هذا اليوم راح يكون في عندي طعم والنكهة كلش طيبة. يا سلام، سلم على التندوري يا عيني، يا سلام سلم. راح أخذ آخر حبة، آخر حبة خليها هنا. هذا القشر شوية ثخين، ممكن استفاد من عنده ولما أقرمش. هنا صارت عندي مجموعة حلوة من الخضار، خلطتهم كلهم سويها مع بعضهم بعض حتى أسوي صوص التندوري مثل ما قلت. خليت أيضا شوية ورق غار، راح أطبقهم وأطبخهم بطريقة بسيطة. أجي للتمن، ورا ما شفت المواد أنا صارت تمام، راح أخلي المي. هسه راح اخلي له شويه مي، ممكن هنا انه استخدم شويه مي بس حتى يغطيه. ملحني يا عيني ملحني. ووراها شو راح اسوي هنا؟ مثل ما قلت راح اخلي شويه مي يغطي كل التمن اللي عندي. هنا لازم انه ما اخلي كميه مي كل شويه حتى لا يعجن عندي. شوفوا هنا الكميه هاي كلش تمام. ورا ما ضفت الكمية هذه راح أوزع الشعرية مع التمن بهالطريقة هذه وأطبخهم بهذه الصورة. شنو ممكن أضيف لهم؟ راح أضيف لهم شوية من البهارات اللي عندي هنا، مجموعة حلوة من الخضروات ممكن أضيفها أيضا تعطوني طعم ونكهة كلش طيبة. أوبا يا سلام. هنا أيضا الخضروات راح أخذ فتخاشوقة، بعدني ما أضيف أو أضيف ممكن شوية من بهارات التندوري، لكن التندوري مثل ما قلت راح نعمله بهذه الطريقه. عندي صدر دجاج، راح اخذ تخته خاصه، خليها خاصه ايضا للحوم، ناخذ سكينه خاصه باللحوم ايضا. راح اخذ صدر دجاج اقطعه بهذا الشكل واقطعه بهذه الصوره. شوفوا شرائح حلوين
بهذا الشكل اخليه هنا أنا. نفس الموضوع شلون كان مثلا نسوي تكة دجاج تقطع بهذا الشكل ثم بعد نص النار عليه خليها على نار هادئة جدا قبغها هذا ما يصير انه اتركه تمام راح اخذ صدر دجاج واقطع مكعبات ممكن هذا الشيله ارجعها هنا هذه ما اخليها للمواد لحد ما اغلفها بالكامل بالبهارات البهارات اللي عندي راح تكون في عندي تندوري طبعا ما يريد بيها دهن يشيل من عندها هاي الزوايد اللي ما يريد بيها دهن طبعا اكيد الاطباق اللي اسويها سهله بسيطه سريعه وايضا صحيه خليه ثاني كل هذه المواد سويها راح اخلي لهم البهارات اللي هي التندوري وغلفني يا عيني غلفني راح اغلفهم كلهم بالبهارات تعال يمي تعال يمي هنا تعال يمي تعال يمي يا عيني كلوزني شوفوا هنا الدجاج لازم يتغلف بالكامل بالبهارات اللي هي بهارات التندوري شوفوا هنا شلون صارت صارت عندي تمام التمام سوري صارت عندي تمام لاحظوا هنا تغلفت كل قطع الدجاج بالبهارات اللي هي البهارات المهمه اللي هي بهارات التندوري لما انا اغلفها راح احس بطعمها ايضا ونكهتها مثل ما قلت الزوايد مال الدهن اللي ما يريدها نذبها صارت عندي تمام التمام الان راح اجي اخذها وين؟ راح اجي اخليها على كل الخضروات اللي عندي هنا راح تقول لي خلدون يبقى عندنا طعم ونكهه الزفر راح اقول لك لا يا حبيبي باي باي لا يا عيني انت ماكو راح يبقى عندك اي طعم ونكهه غير مرغوب به نهائيا ورا ما ضفت الدجاج على هذه الخضروات الحلوه هنا راح اصعد النار هنا لازم تكون النار عاليه كلش عاليه قبغني يا عيني قبغني واجيها في الدقائق يعني نتركها دقائق قبل ما اجي اخلي لها شويه مي هنا راح اضيف المي اني الها لكن بعد ما انه اخليها شوي تتحمص اكثر يعني انه تاخذ نكهه وطعم التندوري كل الخضروات هذه راح تتخلص او راح تساعدني حتى اتخلص من الزفره تكون موجوده بالدجاج وتقولها باي بايز اكيد. راح اتركها لحد ما تتحمص يشتد الموضوع عندي، راح اجي لطريقه ثانيه وايضا انا اقدر اسميها انه تكون مهمه طبعا. اللي هي تركيبه الاكله كلها. تركيبه الاكل كله راح اصبها بهذا. هذا ايضا راح اخلط المواد كلها سويه. واسويها مثل ما قلت انه انا راح اسويها مثل الكبسه تقدرون تسموها تقدرون تسموها مثل المقلوبه طبقه من التندوري طبقه من التمن اكبسهم كبسه تمام واخليهم على النار 10 دقائق خلينا نقول 15 دقيقه كلش حلوين كلش حلوين ومأصعصين وراها يصير عندي تمام التمام هذه اتركها وهذه ايضا اتركها نص النار عليها قلت لكم انه نبقي شويه من الزبد راح يجي دوره راح يجي دوره لما راح اخليه مع الدجاج، هذا الزبد اللي دا استخدمه هو يعطيني طعم ونكهه كلش طيبه، صحيح؟ ممكن انه اذا غير متوفر ممكن انه استخدم هنا يكون يعني اقدر استخدم هنا الزيت العادي او زيت الزيتون العادي عادي جدا. تعالوا شوفوا لي هنا الدجاج شلون لونه بلش يتغير. انا ورا ما اشوف انه تقريبا هذه ما تتمن ورا ما اشوف تقريبا حمسة طبيعي جدا ينحمس بصوره طبيعيه ورا ما ينحمس طبعا ممكن تنشفون شويه من الصوص لاحظ هنا هذا ورق الغار ايضا يساعدكم على التخلص من الطعام الغير جيد راح اجي اضيف له شنو راح اضيف له شويه مي حتى يكمل الصوص عندكم او يصير الصوص عندكم تماما تمام من بين ما انا راح اتركه لحد الغليان يشبع اكثر بالطعم والنكهه حبه المشاهدين راح نخلط المواد كلها سويه لكن وين بجدر حتى تكون عندي طبقتين اثنين حلوين من الدجاج وايضا الرز تروحوا لاي مكان راح نطلع بريك سريع وراجعين مع مطبخ خلدون لهذا اليوم
يا سلام يا سلام على الطبخات والتندوري يا عيني. شو راح اسوي ثاني؟ راح اجي هذه اخذها هنا واضيف الزبد اللي سولفنا عليه بالبدايه، انه انا اريد شويه زبد اخليه بهذا الجدر، خلهم كل شويه. هاي الكميه كلش حلوه جميله جدا، واضيفها على النار. هنا نحتاج الى ايضا نار تكون عاليه شويه، واوزعها بالتساوي بالتساوي يا عيني بالتساوي. اجي اشوف التمن، يا سلام يا سلام سلم. طبعا ريحته كلش طيبه، اتمنى اكو في الطريقه اقدر اساعدكم بها تشتمون الريحه مالته. كالوزني كالوزني يا عيني، يعني تعال يمي. صار عندي الموضوع هنا تمام، صار ايضا عندي الصوص تمام. نجي نبلش. ادري هذيك الطباخ ايش علقها، هاي نطفيها وهاي نطفيها، بس نخلي هذه. راح اجي اضيف على الزبد التندوري. تندوري يا عيني، يا سلام. اضيف كل التندوري مع الصوص مالته بهذا الشكل. مثل ما قلت انا راح اتركه على النار عاليه، ليش؟ لانه انا عندي صوص، فهذا الصوص انتظر لحد ما ينشف عندي حتى يكون في عندي تمام التمام. خلص انا بعد ما احتاج انه اخلي من الـ يكون عندي من الورق الغار. البطاطا استوت والجزر هم تتاكدون من عنده انه استوى، كلش مهم هذا الموضوع. هذه كمية كلش تمام. هسه ايش راح ابلش اصب؟ ابلش اصب التمن عليه وهو ديفور، اغطيه بالتمن حتى لا يبرد. غطيني يا عيني غطيني يا خلدون غطيني، اغطيه بالتمن من كل الجوانب اللي ذكرتها هذه. غطيهم غطيني يا خلدون. أنا أشيل الورق الغار وأغلفه تغليفة حلوة وجميلة بهذا الشكل. ما عدنا شيء نذب، كل أشياء هذه نصبها وما نبقي أي شيء يعني. ورا ما يكون عندي بهذا الشكل نفس الموضوع. خلاص ايش راح اسوي هنا؟ راح اجي اخذ الصوص اللي هو صلصة التندوري واضيف الباقي اللي عندي هنا البقع، حتى شوية يصير عندي النكهة فوق وجوا. يا سلام، دلعني دلعني بهذا الطبق، دلعني يا عيني. قلت لكم انه راح يكون الموضوع احسن حتى من الكبسة والمقلوبة ايضا. حضيف كل الصوص. خلاص يا خلدون اقبغه، ورا ما قبغته راح اتركه بدرجة حرارة معتدلة هادئة جميلة. يا سلام سلم. شفتوا الطريقة خطواتها كلش بسيطة، اخر شيء شفتوا الطريقة خطواتها كلش بسيطة. هذا شعر، هذا حبيت. كل المواد هذه مع بعضها البعض خليناهم بجدر واحد. هذا الجدر هو التندوري وهو التمن وهو النكهات وهو الطعم وهو كل شيء وكلاشي. حلوه ما كل شيء وكلاشي. خليهم على النار لمده تقريبا يا خلدون يعني نقدر نقول 10 دقائق 15 دقيقه، ما تكون درجه حراره عاليه حتى لا نخسر الطبخه كلها تحترق ونقولها باي باي طبعا. فاتركها بدرجة حرارة معتدلة، ينشف الصوص اللي بيها ويصير عندي قالب واحد حتى اقدر اقدمه. نترك هذه الطبخة ونشوف المشاركات لهذا اليوم، عندنا مشتركين جميلين وحلوين، راح نشوف اكيد صور طبخاتهم واكيد اكلاتهم سوية. وهنا راح نبلش نشوف الصور مع اسراء محمد من الموصل. يا سلام سلم.
اللي بعده راح يكون ويانا اسماء. اسماء احمد. اسماء احمد نعم. يا سلام يا سلام على اللوبيا مطبق دجاج تبوله ولا اروع. برافو عليك. خلي وياهم جزر. باقي له بالدهن. باقي له ودهن. باقي له بالدهن. يا سلام سلم. صاج دجاج برافو عليك. حمص وطحينه. يا سلام على حمص وطحينه. اللي بعده نشوف اكيد اكلاتهم زيد. مندي دجاج والتبس الزين. عمي التبس الزين. يا سلام التبوله وهاي الصينيه اللي مرتبه والبشاميل هنا الكيك. حبيت البسكت هذا فوق الكيك. كيك تركي جميل. اللي بعده راح نشوف صور وطبخات ام سيف. ام سيف انتصار. ام زيد لام سيف. حلوين. نشوف مشاركة من انتصار. انتصار من أربيل. دولمة زينة. دجاج على التمن والمشاوي الزينة. اللي بعده راح نشوف صور براء من الفلوجة لقمة القاضي. يا سلام سلم على لقمة القاضي. حلوين حلوين. أطباق هاي جميلة. وجواد جوان من أوروبا. أكلات ولا أروع طبعا. يا سلام يا سلام. ما شاء الله. ألف عافية ألف عافية ألف عافية. اللي بعده سارة. هذه هي صور لنا. أم جود عفوا. هذه صور أم جود. البومبارات أم جود مسويتها. اللي بعدها راح تكون سارة من الفلوجة. تبس الزين. ما أعرف هذا لحم دجاج. يا سارة لكن حلوين. لك ليش الزينة. هذه صور من سارة. هذه صور سامر. برافو عليك سامر. الكليتش يعني مال سامر مو مال سارة. يا سلام يا سلام سلم. ورا نشوف صور عبودي. عبود الفراجي. يا سلام سلم. طبعا اكيد مشاركتكم حلوه. اطباقكم كلش حلوه. برافو عليكم. اتمنى من عندكم الاستمرار بارسال الصور. حتى لو ارسلت لنا هذه الصور ارسل بعد. اطبخ وارسل. لانه كل ما شفنا صوركم الجميله هذه احنا نفرح صراحه. نشوف طبخاتكم ونشوف اكلاتكم والناس كلها تشوف اكلاتكم وطبخاتكم الحلوه والجميله. هنا مثل ما تشوفون الطبخه مالتي ايضا ولا اروع من عدها. اتركها كلش على راحتها. اليوم عندي دجاج تندوري سويته بطريقه حلوه وجميله. المقادير كانت سهله جدا. اجي للسلطه لهذا اليوم. مثل ما قلت راح تكون في عندي ايضا سلطه حلوه. راح تكون في عندي سلطه خضار. راح نسوي سلطه خضار بالخضار المقليه. شجر باذنجان وبصل كلهم هذول يكونوا مقليين لكن اهم شيء نسوي لهم صلصه. هذه الصلصه راح تكون متكونه من بهارات ولبن اكيد مع الثوم. وشوف المقادير. شوف المقادير يا عيني. يا سلام سلم. حنشوف المقادير. الطريقة راح تكون ايضا بسيطة. اهم شيء تسوون الصوص مالته. هذه الطبخة بدون الصوص ولا شيء. صلصة ممكن اخلي اني مع الصلصة هذه دارتو البهارات اللي ذكرناها.
وايضا ممكن اضيف وياها حسب الرغبه اللبن. مثل ما شفنا تقريبا هذه كل المقادير اللي موجوده ويانا حتى تكون في عندنا طبخه كلش طيبه وايضا لذيذه. مثل ما قلت انه تقدرون انه تسوون هذا الطبخه بالخضار اللي ذكرت، اللي هي طبعا اكيد الباذنجان مقلي وايضا شويه من البصل المقلي. كل هذول النكهات مع بعضها، لكن قبلها لازم نسوي الصوص. راح اخذ فص واحد ثوم، فص واحد هذا ينطحن يعني يكون كلش ناعم بحيث انه اهرسه هرس. راح تقول لي هم ثوم، راح اقول لك غير هو انتي بايتيك، غير هو ينهي لي كل الجراثيم اللي موجوده بالجسم، الجسم اي ده مين ده. راح ابلش اهرسه. ممكن اخلي شويه ملح هنا عليه يساعد او يساعدني بالهرس اكثر، لانه هذه خشنه. لما تكون خشنه لازم تخلوا لها شويه ملح حتى ينهرس عندي. لا تجيبون مهرسه وما ادري شنو السوالف هاي، اكو ناس تدقها بشعب شعب جلاس وما ادري شنو، ما يحتاج. نفس السكينه هذه، نفس السكينه تقدرون تهرسوها هرس 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 ينهرس 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 ويصير عندكم مثل معجون. طبعا اكيد هنا أنا ممكن انه بعد ما شفته صار عندي الثوم بهذا الشكل شو راح اسوي هنا؟ راح اجي اخذ البهارات. البهارات اللي عندي شويه خليت شويه من الكمون، شويه من الزعتر الاخضر البري، وشويه من الكزبره حتى اسوي هذا النوع من الصوص. هذا الصوص مهم جدا طبعا حتى يعطيني طعم ونكهه كلش طيبين. اثنين هي تعتمد اعتماد كامل على هذه النكهه اللي موجوده هنا. شو راح اسوي هنا؟ راح اجي اخلي زيت الزيتون حتى لا كل شويه رايحه منا وجايه منا التخته. لاحظ هنا شو راح اسوي لما اخلي زيت الزيتون؟ ارجع اخلطهم مع بعضهم. انا ممكن اسوي الطريقه هاي كلها بالمثرامه مال العاديه، لكن انا حبيت انه تشوفون الطريقه هنا. شوفوا هنا شلون صارت عندي الصلصه، كل هذه الصلصه اللي هي راح احتاجها هنا. اجي اخذ اللبن، اضيف اللبن، ورا ما اضفت اللبن حجي اخذ الصوص اللي سويته. يا سلام يا سلام سلم، شوفوا لي هذا الصوص اللي ضفته هنا، النكهات كلها والطعم كلها موجوده بهذا الصوص اللي سويته بالتخته. نعم حتى التخته تقدر تشغلها وتوظفها وياك. ورا ما ضفت هذا الصوص هنا راح اخلطه مع اللبن بهذا الشكل حتى اسوي صلصه واحده. يا سلام سلم، صارت عندي الصلصه تمام التمام. هذا اطيب حتى من المايونيز، صدقوني كلش طيبه. هسه راح ابلش على راحتي. خلي شوف الباذنجان هنا عندي، هنا شنو الباذنجان؟ باذنجان مقله مقلي جميل ومأزأز. راح اخلي اول شيء الباذنجان. اجي عندي شجر ايضا جميل ومأزأز مقشر وكامل، خليه ايضا كلهم مقليين. عندي البصل مقلي، يا سلام، وعندي الفلفل. الفلفل هنا لازم تكون كلهم شكل واحد، فش اسوي الفلفل؟ اقطعه بهذا الشكل. حلوين، اجي اخذ الفلفل واخليه هنا. صارت عندي صلصه، صار عندي فلفل، صار عندي كل المواد اللي احسها راح تعطيني طعم ونكهه كلش طيبين. راح ابلش اقلبهم مع بعضهم البعض. يا سلام، راح تحبون هذا النوع من السلطات، انا متاكد مليون بالمية مليون بالمية متاكد راح تحبون هذا النوع من السلطات لانه طيب
وجميل. راح تقول لي خلدون ما خلينا احنا شويه ما ضفنا له الحامض، ما يحتاج، اذا تحب نضيف له حامض يضيف له حامض، اللي بدون حامض بدون. راح يكون اكيد حسب الرغبه. خلاص راح ابلش اصبها، وانا اصبها كالوزن عليها يا عيني. يا سلام كالوزني كالوزني مع الصوص هذا، الصوص اللعبة هنا بالصوص أحلى شيء بيها، الصوص أجمل شيء بيها الصوص. مستحيل يا إلهي، خليها بهذا الصحن لأنه هذا الصحن أنا من أشوفه شوية ملثوم أتشائم من عنده. خليه بهذا الشكل، خليك هنا، خليك. يا سلام يا سلام سلم. شوفوا نانا شلون صار الجميل هذا. طبعا أكيد راح أتقدموه بهالطريقة هذه، يحتاج إلى شوية قرنش حلوين ومأزأزين. شو راح أسوي هنا؟ راح أخذ شوية شرائح جميلة جدا من الطماطم، خليها هنا بالصفحة. يا سلام، اجي اخذ شويه الجزر، اصله هو الجزر يقوي النظر. اخلي الجزر بالاطراف بهذا الشكل شويه، خلي هنا. شنو الاشياء اللي ممكن تضيفوها تعطيكم جماليه وتعطيكم اشياء حلوه؟ ممكن تستخدموها عادي جدا، اي شيء يعطيني شكل حلو ممكن انه اضيفوه. أنا قابل، صح أنه هذا الطبخة أنا سويته، لكن قابل أنه يضيفون شغلات حلوة جميلة للصحن. هخلي هنا شغلتين حلوين من الباذنجان، وأخلي هنا سوري من الطماطة أيضا، خلي لي شريحتين اثنين قريبة على الجزر من هنا. وهذا الصحن اللي قدموه بهذا الشكل، الطريقة مالته كلش بسيطة، مقاديره كلش حلوة، وابدا طبق ابدا مو صعب. اللي يحب انه يضيف له شويه زيت الزيتون راح يكون اكيد حسب رغبه اضافه شويه زيت الزيتون له. بالاخير راح يكون في عندكم الطبق كامل مكمل، تقدرون انه تضيفوه مع الطبقه الرئيسيه الاساسيه. مثل ما قلت عندي طبخه اخيره لهذا اليوم، راح تكون في عندي كعك. الكعك هذا حامض حلو، لا حامض، ماكو حامض، مالح حلو، مالح حلو. مقادير راح تكون كلش سهله، حلوه وبسيطه جدا لعمل نوع من الاطباق السهله التحضير. طبعا اكيد الكعك وصفته حلوه وجميله، انا نوهت في بدايه الحلقه اذا ماكو سكان شاي لا تجون يمي تاكلون يا كنترول، اوكي؟ اذا راح تكون مقاديره حلوه وجميله. قبل ان نطلع بريك سريع وراجع مع مطبخ خلدون لهذا اليوم. شوفوا لي الموضوع هنا شلون صار. اكيد ولا اربعه من عد، وايضا طعم مالته راح يكون رائع جدا، مقاديره كل سهل وبسيط. اهم شيء انه احس انه تقريبا نشف الصوص اللي بيه بالكامل، وحتى اقدر انه اقلبه واصبه.
لذلك المقادير اللي حابين نشوفها مره ثانيه راح تظهر المقادير مره اخرى. طبعا اكيد راح انوه واقول مره اخرى تحياتنا اكيد لسراء محمد من الموصل، اسماء احمد من بغداد، ام زيد من بغداد، انتصار من اربيل، براء من الفلوجه، جوان جواد من اوروبا، ام جود من بغداد، ساره من الفلوجه، سامر من بغداد، وعبود الفراجي ما ادري مين ما ذاكر. فاكيد تحياتنا لهم. نرجع للطبخة الرئيسية لهذا اليوم، راح يكون في عدة تندوري. سويت التندوري بطريقة كلش حلوة سهلة وبسيطة وأيضا سريعة بمقاديرها وأيضا تفاصيلها. خلينا بعض المواد اللي تطينا نكهة كلش طيبة كالزعفران والنكهات الجميلة اللي ذكرناها، كذلك مثل ما شفنا أنه حمسنا المواد هذه بطريقة حلوة، أنه كلش مهم أنه أتخلص من الزفرة اللي تكون موجودة بالدجاج. طريقة أنه التخلص من الزفرة ترى طريقة بسيطة جدا كل السهل، شوية مجبوعة من البهارات الحلوة والطعام والنكهة اللي تكون موجودة بالزبدة تخلصون أيضا من الزفرة. كذلك خلينا شوية من ال- 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 الورق الغار، وأيضا لا تنسون مجموعة حلوة من البهارات اللي ضفناها أيضا من الأشياء المهمة اللي ممكن تعطينا طعم وأيضا نكهة. بالأخير يكون عندكم الطبق أكيد ولا أروع من عنده مثل ما تشوفون هنا. نانا حتى يكون في عدة طبخة تمام التمام راح أبلش أنه أصبها من بين ما انا اصبها. السلطه اليوم ايضا سويناها بطريقه بسيطه، تخيل تكون السلطه اليوم انت تسويها كلها من الخضار بس، فقط خضار عندك. خضار حلوه وجميله، كانت ايضا من الاطباق اللي جدا سهله. بسم الله خلي الصحن هنا وكل وزني عيني. يا سلام يا سلام، طريقة جدا سهلة ومثل ما قلت بسيطة. طبعا هنا أنا ممكن أرجع وأضيف شوية من الدجاج التندوري وأضيفهم أيضا بهذا الشكل. طعم الدجاج التندوري أيضا لا تنسوا أنه كان طعمته ونكهته السهلة وأيضا البسيطة. ممكن تخلون انتو شوفوا الصوص، الصوص كله راح انتهى ما بقى بيه اي صلصة. هرجع اضيف عليه اني شوية من الدجاج وراح ابلش ازينه تزيين بسيط. اضيف شرائح جميلة من الطماطة بهذا الشكل، ايضا بهذا الشكل، ايضا بهذا الشكل. كمل عليه بالجزر، اصله هو الجزر يا عيني يقوي النظر. وراها راح ابلش اضيف شرائح جميله من الجزر بهذا الشكل، وأخذ أيضا شرائح جميلة من الطماطة أخذهم وأضيفهم بهذه الصورة. ويكون عندكم أكيد طبق ممتع جدا سهل التحضير وبسيط اللي هو التندوري اليوم اللي سويته مع عفوا مع يا سلام سلم يا سلام سلم كلش حلوين ومقزقزين. نانا حتى يكون كلوزة جميلة ما شاء الله. شوفوا لنا الصحن هذا يا عيني، طريقة كلش سهلة بسيطة وأيضا جدا سريعة لعمل هذا النوع من الأطباق اللي صراحة من الأطباق الأطباق البسيطة جدا. أشوف هنا أنا فراغ أكو، خلي شوية طماطة هنا، شوية طماطة هنا، خلاص حلوين جدا. أكو هنا فراغ، وين هذا الفراغ؟ هنا يم الجزر من بين، خلي له جزر هنا، شوية جزر هنا حلوين.
خلاص يكون عندنا طبق بهذا الشكل، مقاديره جدا سهله، ثم قليته ايضا بسيطه. اهم شيء ايضا الطعم مالته اللي راح يكون طعمه كلش طيب. نجي هنا للطبخه الاخيره لهذا اليوم، راح يكون في عندي العجينه اللي راح نسويها حتى نسوي كعك ولا اروع من عندها. المقادير وطريقه، دائما خلوا المقادير عليكم، كتبوها بالورقه والقلم وخلوا الطريقه علي يعني. نشوف هنا راح يكون في عندنا اكيد طحين حلوين، المالح والحلو لازم نوازن الطبخه هذه، نوازنها. كل هذه هي المقادير الخاصه بهذا الطبخه، وايضا راح تكون مقاديرها بسيطة جدا. هنحاول ان نخلط المواد هذه كلها، نسويها مع بعض البعض حتى نسوي الكعكة. او اجهز الصينية اللي راح تدخل الفرن. اول شيء بالصينية اللي راح تدخل الفرن، راح اخذ شوية من الزبد هذه وادهن القالب اللي راح يدخل الفرن. طبعا الزبدة زبدة صفراء، هذه بها نكهة وطعم كلش طيبين وحلوين ومأزأزين. شو راح اسوي انا؟ صارت عندي صينية جاهزة، خلينا انا على جنب. راح اجي اخذ اول شيء الطحين للكعك، اخلط معاه السكر، حلوة الدنيا سكر، يا سلام سلم. اضيف كل السكر هنا. انا شو راح اضيف وياهم؟ راح اضيف وياهم شوية الملح، شوية الملح. أضيف هذه المواد وهذه النكهات مع بعضها. هنا سوينا هوسة، ننظف المطبخ لأنه هذا أو هذه الطبخة الأخيرة اللي راح أسويها وراها. عفوا راح أختم. ما أعرف إيش متريق، هي بيضة سلق. هنا انا راح اضيف شويه بيض بالوسط، ما راح اخلي هوايه. لما اضيف البيض يعني لازم اخلي الفانيلا، اخلي الفانيلا وراح اخلي شويه حليب، شويه مو كلش هوايه، واعجنهم عجينه كامله بالزبد. خلينا الزبد كله وراح ابلش اعجنهم تمام بالايد، شويه شويه، مساج مساج يا عين المساج، حتى تكون في عندنا الكعكه هذه هشه وكلش طيبه. اذا شفناها تحتاج الى شويه من الطحين خلوا لها طحين، اذا شفتوها لا والله صارت زينه ما يحتاج. شلون تصير زينة؟ شوفوها انه شلون ما تجي تجي بيديكم، شلون ما تريدوها تجي بيديكم. هاي الاشياء المهمة اللي تكون بعجينة الكعك. شوفوها شلون صارت؟ يا سلام. شلون ما تريدوها تجيكم بالايد. تمام. خليها هنا. اجيب تختة ثانية أقدر أضيف بها هذه، خليها هنا. هذه نقولها باي بايز. ممكن أنه نأخذ شوية ماي بيدينا حتى نقدر نتحكم بها أكثر. صارت عندي بهذا الشكل. طبعا اكيد راح اجي اخذ تختة ثانية صغيرة، اعملها على شكل دائرة. طبعا هنا انا ممكن انه شوية تخلون طحين مو كلش هواية. اجي اخذها، حلو بيها تكون طريه جدا خفيفه ايضا. لاحظ هنا أنا ابلش اعملها بهذا الشكل، وبعدين الفها. شوفوا شلون صارت كلش بسيطه، حلوه جميله. اخذها واخليها هنا، اجي اخذ ثاني نفس الموضوع
شوية طحين هنا، شوية طحين هنا، عملها على شكل دائرة، خليها بهذا الشكل، ودلعني يا خلدون دلعني. يا سلام طرية كل شيء. الحلو بالكعك هذا أن تكون طرية جدا. خذها وأخليها بهذا الشكل. أخذ موضوع ثاني نفس الموضوع، نعملها على شكل دائرة، وبعدين على شكل شوفوا ايش قد طرية خفيفة. ليش هاي هيك صارت؟ بسبب بسبب الزيت اللي موجود، اللي الزبدة عفوا، الزبدة تعطيها طعم ونكهة، الزبدة تعطيها ايضا تعطيها مثلا، خليها ايضا هنا تعطيها طراوة خفيفة حلوة حتى تصير تمام التمام. اجي اخذ شوية من العجينة، خليها هنا بهذا الشكل، اعملها على شكل حلزونة. يا جمالك يا حلزونة يا جمالك. اخذها واخليها هنا الشكل مالتها كلش حلو، واكيد راح يكون طعم ولا اروع من عنده. شوفوا هنا خذها شوية طحين وابلش اعملها بهذا الشكل، ارجع اعملها بهذا الشكل. الطراوة اللي بيها راح تخليني اعملها حلزونة. فوق غصنك يا حلزون، فوق غصنك يا حلزون. شوية طحين هنا وشوية طحين هنا. اجي اخذ هذه كبيرة، صغرها، خليها بهذا الشكل. يا سلام. وبعدين دلعني دلعني يا عيني دلعني. شوفوا هنا شلون صارت. وبعدين حلزونة حلوة، خليها هنا. اخذ حبة لوخ، اعجنها. كل ما كانت الزبدة طرية أكثر كل ما كانت أحسن. تأخذوها خليها هنا، نعمل آخر حبتين نفس الموضوع. شوفوا ايش قد طرية. خلص أجي ألفها مثل الحلزونة واخذها واخليها هنا. اخر حبه شويه طحين هنا. مرات بالماء يكون احسن يعني عادي. اعملها دائره، وبعدين اعملها اسطوانه، وبعدين بهذا الشكل، والفها لفها 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 لفها. خلص 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 يا عيني خلص. بعد ما شفتها ان تكون عندي بهذا الشكل، شفتوا الطريقه مالتها. اهم شيء تحافظوا لي على شكلها، واهم شغله هنا انه تبقى النكهه مالتها والطعم. شنو يبقى عندي هنا؟ يبقى عندي هنا شويه البيض، راح اخذ شويه البيض، راح اخذ هذه انظف. طبعا نظافه مهمه جدا جدا، أهم من الطبخ النظافة والله. أهم شغلة أنه تنظفوا لي الموضوع هذا. عندي صارت عندي تمام التمام. راح أجي أخذ وين هذه أياتها، أخذ خاشوقة صغيرونة، أمسح شوية بيض هنا، شوية بيض، شوية بيض. يحب يخلي صفار بيض، يحب يخلي بياض البيض. انا اريد اخلي شويه من الفانيلا، الفانيلا هي كلش كافيه تعطينا ايضا الطعم والنكهه الطيبه. راح اخذ خشخاش، اضيف شويه خشخاش، شويه خشخاش، شويه خشخاش، شويه خشخاش، شويه خشخاش هنا، شويه هنا، شويه هنا. اجي اخذ حبه البركه، اضيف شوية حبة بركة، شوية حبة بركة ايضا هنا، شوية شوية هنا. شو راح اخليها تلزم؟ راح اخليها تلزم اللي هي طبعا اكيد البيض اللي ضفته هنا ايضا نفس الموضوع، شوية هنا. خلاص هسه راح اخذ درجة حرارة الفرن يكون تقريبا 185، الوقت يكون تقريبا 20 دقيقة فقط وتكون عندنا جاهزة. راح اضيفها هنا، اقولها باي بايز، شغل الفرن عليها.
مثل ما ذكرت انه حتركها لمده تقريبا 15 20 دقيقه بدرجه حراره 185. برباشات الاعظم ساحر كون عندي بهذا الشكل، بسيطه جدا وسهله وجدا سريعه. يا عيني صارت عندي جاهزه. يا سلام سلم. نجي ناخذ الصحن اللي راح اقدم بيها. وين السكان الشاي؟ راح اضيف شويه من حبه البركه، اضيف شويه من الخشخاش. صفطني يا خلدون صفطني، ودلعني يا خلدون دلعني، دلعني ادلعك، صفطني اصفطك. شويه من هين، شويه من هين، شويه من هين، وشويه من هين. وهذه لا هذه الطبخة الأخيرة اللي قدرت أقدمها لكم تقريبا. هذه الطبخات السهلة البسيطة السريعة وأيضا الصحية. أتمنى هذه الطبخات عجبتكم. أكيد انتظرونا إن شاء الله بطبخات جديدة مني أنا شيف خلدون من مطبخ خلدون. باي بايز.